حسام سعودي، أخصائي النساء والتوليد والعقم، ماجستير النساء والتوليد، جامعة عين شمس، حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة، جامعة عين شمس. الآن في برنامج أستاذ في الطب مع سالي العرائي. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج أستاذ في الطب. موضوع حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم عرفتوا دلوقتي من الشاشه ان احنا هنتكلم عن الحمل واهميه المتابعه بتاعه الحمل من اول لما الست تعرف انها حامل. لازم تتابع حملها بشكل صحي، تتابع السونار، تتابع صحتها بشكل عام، تهتم بالتحليل الرقمي. اللي هيرد علينا وعليكم دلوقتي دكتوره ابتسام سعودي، اخصائي طب النساء والتوليد والعقم. اهلا بيك يا دكتوره ابتسام. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم عن الحمل. تمام. اول لما السيده تعرف انها حامل ايه اللي لازم تعمله؟ تمام، مهم بس الاول نعرف هي ازاي بتعرف انها حامل. الحاله اول ما بتيجي طبعا اول حاجه بتشتكي منها ان في تاخر في الدوره الشهريه، وخصوصا لو هي ما بتستخدمش اصلا وسيله او دورتها منتظمه بتيجي كل شهر في نفس الميعاد. تمام، اول حاجه بطلبها منها بتعمل تحليل حمل، بيتعمل في الدم. تمام، يطلع ايجابي يطلع سلبي. تاني حاجة بنعمل سونار، والسونار عندي بينقسم إلى حاجتين، يا إما سونار مهبلي يا إما سونار على البطن على الحوض من تحت. تمام، السونار المهبلي مهم جدا. في نقطة مهمة بس أحب أوضحها، إن السونار المهبلي ما فيش منه أي مشكلة خالص ولا في منه أي ضرر، عشان معظم السيدات بتكون عندها فكرة إن السونار المهبلي ممكن يؤدي إلى إجهاض مبكر أو كده يعني. ده معظم السيدات بيسمعوا المعلومة دي أيضا. تمام، لا بالعكس، السونار المهبلي مهم جدا لأن هو بيساعدنا إن احنا نشوف الحمل بدري عند 6 أسابيع ونشوف النبض برضو بتاع البيبي. طب السونار المهبلي ده بيبقى في كل زياره للدكتور لازم يشوفه لنا ولا السونار العادي؟ السونار المهبلي بنستخدمه عاده يعني في اول زياره، لو هي لسه في اول يعني مثلا الدوره الشهريه متاخره بقالها حوالي اسبوع، فبنعمل سونار على الحمل، نشوف اهم حاجه نشوف كيس الحمل ونشوف الجنين جوه الكيس ويكون في نبض. تمام. طيب انا عملت سونار على البطن الاول ما بانش حاجه، هعمل سونار مهبلي، ممكن برضو ما يبانش حاجه لو هي مثلا 7 أسابيع، ابدا ادور، ممكن ما يكونش اصلا حمل جوه الرحم، ممكن يكون حمل خارج الرحم، فلازم استبعد حدوث حمل خارج الرحم، لان التحليل الايجابي مش شرط بس ان هو يكون حمل داخل الرحم، لا ممكن يكون اجهاض، ممكن يكون حمل ضعيف، ممكن يكون حمل خارج الرحم، ممكن يكون حمل غزلاني، اسباب كتير قوي يكون سببها ان هرمون الحمل يكون عالي. طب ليه الحمل مش بيبان دايما من السونار المهبلي حتى على طول؟ يعني دايما بنسمع ان السونار المهبلي بيأكد اذا كان في حمل او لا. بالعكس، السونار المهبلي بيبين عن 6 أسابيع بيبان، ممكن استنى عليها شويه واعمله عن 7 أسابيع، غالبا بيبان لو هو حمل كويس. تاني حاجة بلجأ لها بقى اللي هو تحليل الحمل الرقمي، الهرمون الرقمي. تمام، لو أنا فعلا عملت سونار وما بانش حاجة لازم أعمل الهرمون الرقمي. تمام، مهم جدا. ليه؟ علشان برضو نفس النقطة، أستبعد حدوث حمل خارج الرحم، أقدر أنقذ الأنبوبة من بدري. تمام، كل ما أشخص الحمل خارج الرحم بدري كل ما أقدر أن أنا أنقذ الأنبوبة من أنا أشيلها، لأن دايما الحالات اللي بتيجي بحمل خارج الرحم بتيجي بمشاكل كتير جدا يعني. فإحنا يعني في حقنة بس ناخدها فالدنيا تتظبط معانا والحالة وننقذ الأنبوبة. طب بعد التحليل الرقمي يا دكتور وتبان أن هي حامل في ايا كان اسبوع 2 3، ايه الخطوات اللي بتبدا تتبعها المريضه مع حضرتك؟ تمام، اول حاجه طبعا خلاص احنا اتاكدنا الحمد لله ان الحمل كويس جدا موجود جوه الرحم والنبض تمام وكل حاجه تمام، وقسنا القياسات بتاعتنا وعرفنا ميعاد الولاده بتاعتها، ببدا احدد معاها الزيارات يعني عدد الزيارات. الزيارات بتاعتنا اثناء الحمل بتبقى اول 28 اسبوع، بشوفها كل 4 أسابيع يعني تقريبا كل شهر. دي لو حاله لو ريسك بريجننسي يعني الحمل بتاعها قليل الخطوره. طب لو حاله هاي ريسك بريجننسي يعني حمل عالي الخطوره، الحمل عالي الخطوره بيبقى عباره عن ان هي عندها مشاكل قبل كده مع تاريخ الحمل بتاعها، مثلا جالها ضغط عالي، سكر عالي، تسمم حمل، اي مشاكل من المشاكل دي. تمام، ساعتها انا تكرار الزيارات هيبقى اكتر شويه، هتجيلي كل اسبوعين اول 28 اسبوع، بعد كده من 28 ل 36 اسبوع بشوفها كل اسبوع، من 36 لحد ميعاد الولاده بشوفها مرتين في الاسبوع. وكل مره يا دكتور بتجيلك في الشهر لازم تتابعيها بالسونار او السونار المهبلي؟ لا، السونار المهبلي خلاص مهمته بتنتهي. تمام، بيبقى متابعتنا كلها بالسونار على البطن. في حالات معينه بنلجأ فيها للسونار المهبلي اللي بتبقى عندها مشكله زي المشيمه المتقدمه،
تمام. فساعتها ان احنا لازم نعمل سونار مهبلي عشان نشوف المشيمه الدرجه بتاعتها، درجه تقدمها، هل هي مغطيه عنق الرحم كله، مغطيه جزء من عنق الرحم، لا بعيده عن عنق الرحم، فنقدر ان احنا نشوف الحاله دي هتولد بالظبط عند كام اسبوع، هتحتاج تتحجز ولا لا، ابدا انبه عليها شويه تنبيهات، مثلا لا نهدي الحركه، ممنوع العلاقه تماما. فلا السونار المهبلي في الحته دي بيبقى مهم جدا برضو. طب لو الحمل طبيعي يا دكتور بيبقى ليها ممنوعات سواء في الاكل او في حياتها العاديه؟ لو الحمل طبيعي لا مفيش ممنوعات خالص، يعني بالنسبه للسفر مثلا انا بنصح الحاله ان هي لو هي ما عندهاش مشكله، مفيش نقط دم بتنزل، مفيش تقلصات، مفيش مشكله خالص ان هي تسافر، بس يبقى المكان اللي هتسافر فيه او الحاجه الوسيله اللي هتستخدمها تبقى وسيله مريحه، تمام. بعد كده تتحرك رجلها، العربيه مثلا نوقفها شويه، تنزل تتمشى حبه لمده 10 دقائق كده. يعني حتى الحمل الطبيعي ليها برضو تعليمات معينه تمشي عليها؟ طبعا اكيد، لان اثناء الحمل بيحصل تغيرات في جسم السيده الحامل، بتبقى سرعه الدم ممكن تبقى بطيئه شويه، ممكن يحصل مشاكل كتير زي جلطات في الرجلين او كده، ممكن يكون هي عندها اصلا الاورده بتاعت يعني اللي هي الاورده بتاعت رجلها تبقى كبيره شويه، فممكن يحصل معاها جلطات. بتشرب ميه كتير طبعا، يبقى معاها ازازه ميه لو هي مسافره. طب الاكل والشرب يا دكتور تاكل كل حاجه طبيعيه ولا ليها حاجات معينه؟ امتى بتلجئي تديها فيتامينز معينه؟ تمام. بالنسبه للاكل مهم جدا السيده الحامل تنظم مواعيد اكلها، يعني ما ينفعش ان هي تيجي تقول لي انا باكل وجبه واحده في اليوم وانا تمام كده ومبسوطه اصل جوزي بيرجع متاخر. لا، هي الحامل بتاكل كتير معروف عنها في الاول. في الاول بالعكس، لا مع الترجيع وكده بتبقى عندها مشكله مع بعض الحاجات، بعض حاجات من الاكل يعني زي الفراخ، تيجي تشتكي اللبن ممكن ما تشربهوش، فعادي احنا بنعدي اول 3 شهور، بعد كده بنحاول ننظم الدنيا بعد في الوقت اللي بعد كده يعني. بالنسبه بقى للفيتامينات، لا طبعا هي محتاجه تاخد فيتامينات من بدايه الشهر الرابع، تمام. مش من اول شهر؟ مش من اول شهر، اول شهر ده احنا بنستخدم حمض الفوليك علشان يمنع حدوث مشاكل في الجنين في الجهاز العصبي. تمام. طيب بالنسبه يا دكتور بنسمع ان في حوامل كتير قوي بيحسوا بقيء، هل بتديهم ادويه تمنع القيء ولا بتسيبهم ان هم يعيشوا طبيعي حياتهم؟ لو هو عامل لها مشكله يعني هي بتروح الشغل مثلا مش عارفه تشتغل، مش عارفه تركز، لا او بترجع كذا مره في اليوم في قيء مستعصي بقى، لا ده قصه تانية، بترجع مثلا 7 8 لحد 10 20 مره في اليوم، لا دي بتحصل لها هوسبيتاليزيشن، بتتحجز في المستشفى. بتتحجز في المستشفى؟ اه طبعا طبعا، بيعمل مشاكل كتير جدا، فبيبقى بيعتمد على حسب عامل مشكله ليها ولا لا. لو الدنيا ماشيه طبيعيه بنرجع مره واحده في اليوم وخلاص، خلاص حاولي تستحملي، ممكن ادي حاجه مثلا قبل النوم كده تهدي الدنيا معاها والدنيا بتمشي يعني. معانا اتصال يا دكتوره ناخده. معانا ايه؟ مساء الخير يا ايه. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره معاكي، اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بس يا دكتور انا مريضه تكيسات موبايل، تمام، واخدت منشطات واداني الدكتور ابره السجاريه وحصل تبويض وكده وقال التبويض كويس. تمام. انت سنك قد ايه يا ايه؟ قبل الدوره باسبوع نزل منه نقط دم. رحت ايه؟ عندك كام سنه يا ايه؟ 21. 21. متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي سنه. بقالك سنه. دورتك منتظمه يا ايه؟ لا مش منتظمه. تمام. يعني انت الدكتور مشخصك ان انت عندك تكيسات في الموبايل. ايوه. تمام. حضرتك عملتي متابعه تبويض وحصل وخدتي حقنه التفجير وطلعت البويضه، صح كده؟ ايوه بالظبط. قبل الدوره باسبوع نزل مني نقطتين دم كده، ورحت الدكتور قال لي اعملي اختبار حمل في الدم يعني. تمام. طلع موجب. تمام. قبل ميعاد الدوره، قبل ميعاد الدوره باسبوع، صح كده؟ ايوه بالظبط. بعديها كده باسبوعين راح نزل مني دم على طول يعني، راح الدكتور قال لي كان حمل ضعيف. تمام. دلوقتي انا لو اخدت منشطات تاني هل برضه هيحصل نفس الموضوع كده؟ لا لا مش شرط خالص، طبعا مش شرط خالص، بالعكس يعني هو في الاول طبيعي ان اول حمل ممكن يكون ضعيف او ما يكملش نتيجه البويضه، يعني تكوين اصلا الجنين ما كانش صحي يعني. بعد كده الدنيا لا بيبقى الدنيا بتمشي كويس، بتلاقيش خالص خالص يعني. شكرا لاتصالك يا ايه. طيب هي اتكلمت في نقطه ان هي لو خدت منشطات لو حملت تاني هل الحمل التاني هيبقى ضعيف ولا لا يا دكتور؟ لان احنا بنسمع في دكاتره كتير قوي بيلجأوا يدوا مثبتات، هل في الحاله دي محتاجه مثبتات؟ لا انا ببدا مثبت لما اشوف البيبي الاول، يعني هي اصلا ما شفناش ولا يعني ما شفناش كيس الحمل والجنين، والنقطه اللي انا اتكلمت فيها قبل كده يعني يبان الجنين ويبان نبض،
ساعتها انا ممكن لو هي فعلا حاله بتسقط كذا مره قبل كده انا ممكن اديها مثبت، مفيش مشكله. لكن كل حاله هتجيلي اديها مثبت لا، هو ده كده ملوش لازم خالص. لا، في حالات ممكن تكون واحده اتاخرت في الحمل، يعني قعدت سنين عقبال لما حملت، فهي خايفه على نفسها. على اساس السبب، يعني هي اتاخرت ليه في الحمل؟ يعني هل هي يعني ممكن تكون هي اصلا حملت قبل كده وسقطت، بتسقط كتير، انا اديها مثبت نفسيا، وسبب السقط ايه بس. ممكن يكون الكيس اللي بيغذي الحمل بيفضل من البويضه كيس، تمام، اللي هو الجسم الاصفر بواقي البويضه، ده اللي بيطلع هرمون البروجستيرون عشان يغذي الحمل بعد كده ويثبته، ده اوريدي اصلا يعني هو بيطلع، انا مش محتاجه ادي حاجه من بره. لو الكيس ده بقى فيه مشكله، تمام، ساعتها انا محتاجه ان هي تاخد، لازم تاخد مثبت. ومثبت بيبقى ليه فتره معينه يا دكتور؟ احنا بنمشي عليه غالبا اول 3 شهور في الحاله اللي هي عندها المشكله دي، ان هي بتسقط نتيجه ان الجسم الاصفر ده ضعيف ما بيغذيش الحمل كويس. طيب معانا اتصال يا دكتور. تمام، اتفضل. حمدي، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا دكتوره. ممكن اكلم الدكتوره ابتداء؟ معاك الدكتوره، اتفضل. اتفضل. دكتوره، انا عندي، استاذنك الاول توطي التلفزيون بعد اذنك. دكتوره ابتداء، انا عندي، اتفضل، من 20 كيلو جابت اختبار حمل، وقالت انا حامل، وطلعت من نظر الدكتور قال لهم انت عندك كيس الحمل دي ما فيهوش حاجه، ده كيس يعني بس تطور كده ما فيهوش حمل، كيس ما فيهوش حمل، قال لها ما فيهوش علاج كده، وكمان الزوح تجيني. تمام، يعني هي الدوره مأخراها بقى لها 20 يوم صح كده؟ ايوه. تمام، عملت اختبار حمل والاختبار طلع ايجابي مظبوط. أيوة. تمام، متجوزين بقالكم قد ايه يا استاذ حمدي؟ لا ده بقالنا فتره، انا بقالنا مخلفين قبل كده، يعني حصل حمل قبل كده؟ ايوه. تمام، مخلفين كم مره؟ مرتين. تمام، هو هي عملت اختبار حمل بعد 20 يوم من تاخر. شكرا الاول لك يا استاذ حمدي، وتابعنا دلوقتي من التلفزيون. تمام، والحمل الكيس فاضي. تمام، وهو الدكتور قال لها تعالي بعد اسبوع. طيب على حسب مقاس الكيس ده قد ايه؟ لو مقاس الكيس ده يعني هي دلوقتي مثلا ساي بالحسابات كده حوالي 8 اسابيع داخله في 9 اسابيع والكيس لسه فاضي، لا يبقى الحمل ده كده ضعيف ولازم ينزل. لازم ينزل؟ اه. يعني حضرتك بتضطري بتديهم ادويه ينزلها؟ بندي برشام يفتح عنق الرحم وينزل الكيس ده، يا اما ينظف مع نفسه ينظف لوحده، او احتاج ان هي تعمل تنظيف. طيب كنا بنتكلم قبل الاتصال عن التغذيه السليمه، عن الحاجات الممنوعه اثناء السيده الحامل. تمام، قلنا السفر لو هي حالتها مستقره تسافر طبيعي صح؟ تمام، مفيش مشكله خالص لو حالتها مستقره نسافر، بس يعني زي ما اتفقنا هنعمل شويه تمارين كده، ننزل نتمشى شويه، نشرب ميه كتير كده. طب الاكل ليها طريقه اكل معينه يا دكتور؟ يعني مش اي وقت تاكل؟ حضرتك قلتي لا وجبه واحده غلط. تمام، لو نفسها مفتوحه بقى، لو نفسها مفتوحه تاكل مفيش مشكله خالص، بس نحاول ان احنا نقلل الوجبات، لان هي لو كلت كتير جدا هتتعب. فنقلل كميه الوجبه، يعني مثلا هنفطر الساعه 10 الصبح، بعد ساعتين ممكن ناخد سناك بسيط تفاحه، بعد ساعتين تانيين ممكن ان احنا نتغدى مثلا طبق سلطه، ربع فرخه، مش شرط بقى ان انا املى يعني طبق رز كبير واكل والكلام ده، لان هي هتتعب بعد كده. دايما بنصح الحامل تحاول ان هي ما تتعشاش، يعني اخرها مثلا 10 بالليل، ويفضل حاجه خفيفه علبه زبادي، لان بيبقى فيه مشاكل كتير في المعده. يعني حرقان المعده والحموضه والكلام ده كله، فاحنا بنحاول ان انا هدي الاكل شويه بالليل، بلاش الاكل بالليل. معانا اتصال يا دكتوره. تمام، اتفضل. استاذ كريم، مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء النور يا فندم. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاك الدكتوره، اتفضل. السلام عليكم يا دكتوره. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. وحضرتك بخير. طيب يا فندم. الله يخليك. الله يخليك. والله يا فندم انا متجوز من 4 سنين تقريبا. تمام. ومراتي من اول ما خشت جديد عليا حملت مرتين، مره على 36 يوم ومره على 45 يوم. بعد كده ما حصلش حمل ثاني خالص. تمام. وكل ما نروح للدكتور نعمل تحاليل ونعمل دي ونعمل دي، كل حاجه 100 100 ايجابيه كلها. تمام، حضرتك عندك كام سنه يا استاذ كريم؟ 35 سنه. 35 سنه، متجوزين من 4 سنين، ما حصلش حمل غير مرتين، وفي المرتين الحمل نزل، مظبوط كده؟ صح، مره التوأم ومره جنين صغير. تمام، المرتين حاصل حمل طبيعي لوحده من غير منشطات. آه. من غير اي حاجه طبيعي من غير اي حاجه. تمام، المدام عندها كام سنه؟
المدام اللهم صل وسلم وبارك على حضرتك النبي 32 32 تمام. عملت تحليل هرمونات، دورتها منتظمة؟ دورتها منتظمة؟ بعد ما سقطت قعدت دورتها تقول 35 يوم 30 يوم تمام. احنا برضو في المعدل الطبيعي مفيش مشكلة تمام. في أي سؤال تاني ليك يا أستاذ كريم؟ نعم. في أي سؤال تاني لحضرتك؟ لا والله، أنا عاوز أعرف إيه الحل يعني. طيب دكتورة ابتسام هترد عليك حالا، شكرا لاتصالك. تمام. احنا مهم جدا طبعا، هم كده متاخرين بقالهم 4 سنين. كان في نقطه مهمه بس كنت عايزه اسال عليها، هل هم مع بعض طول ال4 سنين ولا هو كان مسافر عشان الفتره دي ما تبقاش محسوبه عليهم كلها؟ تمام. هل هو عمل تحليل؟ تحليله واخباره ايه؟ تحليل السائل المنوي بتاعه اول حاجه. طبعا هي بتعمل متابعه تبويض ونشوف تحليل الهرمونات بتاعتها، ما بتشتكيش من اي حاجه، لو وزنها زياده تخس عشان تكيسات المبايض. نحاول نظبط الدنيا دي، بعد كده نبدا منشط، ممكن نعمل اشعه بالصبغه على الرحم والمبايض والانابيب عشان نطمن ان مفيش مشكله، يعني مفيش التصاقات او مفيش مشكله في الرحم. نعمل سونار على البطن بالنسبه لها برده ونشوف. اكيد هم عملوا كل الكلام ده يعني، بس في نقطه مهمه ان احنا ممكن تبقى حاجه صغيره بس هي فايتانه يعني، بس احنا محتاجين ندور على السبب. طب دكتوره ابتسام، انا لاحظت ان كل المتصلين بتساليهم سؤال محدد. طيب. كان في حمل قبل كده او في اولاد عندهم ولا لا؟ هل لو مفيش اولاد بيبقى مثلا عارفه ان هم اتاخروا في الحمل فبيبقى ليهم نصيحه تانية، او لو واحده حتى حامل ليها متابعه تانية خالص لو اول حمل ليها بعد تاخر؟ لو اول حمل ليها بعد يعني لو هي متاخره مثلا بقالها كذا سنه، لا دي فرصتها في الحمل بتبقى افضل شويه. ممكن مع الولاده او حصل لها مشكله، عشان كده انا بسال. هي ممكن يكون وهي بتولد مثلا حصل نزيف جامد، عملت عمليات تنظيف قبل كده وحصل التصاقات، فبحاول اعرف هل حصل حمل قبل كده، فالحمل ده ممكن يكون معاه مشاكل ادت الى الموضوع ده، او ما حصلش بقى حمل خالص فنبدا ندور على السبب بقى من اول جديد. طب في حاله الحمل لما يكون ضعيف يا دكتوره، حضرتك بترجعي لمثبتات، بيبقى ليها تعليمات ان لازم تنام على ظهرها ال3 شهور، ما تتحركش ال3 شهور، ما تسوقش، ما تمارسش حياتها بشكل طبيعي؟ تمام. ده في حالات معينه لو في اجهاض منزل، يعني حاله لما بتتحرك مثلا بينزل عليها نقط دم، في تقلصات، بيبقى عندها مشاكل، ساعتها اقول لها ماشي تمام، حاولي ترتاحي على ظهرك، بنمنع العلاقه. هي مش مكتوبه في الكتب، بس احنا علشان هي حتى نفسيا الموضوع ده ممكن يجهدها. تمام. بس هي العلاقة الزوجية خطر على السيدة الحامل؟ لا خالص، بس بمعدلها الطبيعي يعني. مش بمعدل كبير ولا معدل يعني، بمعدل الطبيعي يعني. برضو من الحاجات اللي احنا بنسمعها ان اول 3 شهور لا خالص، مفيش الكلام ده، تعيش حياتها طبيعي جدا. طب الحوامل برضو بنسمع عنهم ان هم بيناموا كتير يا دكتور، هل بيبقى ده سبب الحمل بيبقى تعبهم مثلا في الاوائل او ليهم معدل معين؟ اول 3 شهور الحامل بيبقى عندها دايما احساس النوم، تنام كتير جدا، تنام بالليل وتنام بالنهار كتير جدا. بقيه الحمل بقى بيبقى الطبيعي عادي، بالعكس النوم بيقل خالص عشان مشاكل المعده وكده، بالليل ما تبقاش عارفه تنام. معدل الطبيعي 8 ساعات بالليل وتريح ساعتين بالنهار. طب احنا كنا بنتكلم قبل الاتصال برضو عن التغذيه، الفاست فود والحاجات والمياه الغازيه وكل الحاجات دي خطر على الحامل؟ نبعد عن الحاجات دي خالص، هي مش خطر على الحامل على قد ما هي مش هتفيدها بحاجه. تمام. برضو الحاجات اللي فيها كافيين، البيبسي الكتير، الكلام ده كله بيأثر عليها بالسلب، فبرضو نبعد، نحاول نبعد عنه. تمام. الكافيين، المواد الحافظه، كل الحاجات دي ممكن تضر. النسكافيه والحاجات دي كلها، النسكافيه كتير يعني، انا ما بقولهاش، ممكن واحده متعوده عليه بتشربه كتير، فاحنا نحاول نشرب مثلا مره واحده في اليوم، ما فيش مشكله خالص، مش همنعه اطلاقا، لان هي معتمده على القهوه او النسكافيه ايا كان. مره واحده الصبح مثلا. طيب السيده الحامل بنسمع دايما في الاواخر كده، اخر شهر بالذات، ان هي لازم تمشي كتير عشان تسهل ولادتها، الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده مظبوط، يعني اخر شهر اول ما تدخل في الشهر التاسع كده نبدا نتحرك كتير ونتمشى علشان عضلات الحوض تريح معانا والبيبي يبدا ينزل في الحوض بشكل كويس. فيساعدها على الولاده. ده انا كمان بنصحهم ان هم يعملوا تمارين، يعني لو هي متعوده حامل؟ ولو هي متعوده كانت بتعمل، طبعا في دلوقتي ناس بتعمل اكسرسايز على طول الجيم وكده، فبنصحها ان هي تكمل على التمارين عادي خفيفه، لو هي بتطلع على المشايه تطلع على المشايه عادي، مفيش مشكله، مش هتاذيها في حاجه يعني، الا برضو لو هي عندها مشكله. طب معانا اتصال، اتفضلي ام سلمى. مساء الخير. مساء النور، ممكن اكلم الدكتوره لو سمحتي؟ معاكي الدكتوره، اتفضلي. اتفضلي. من فضلك يا دكتور، انا مولدت مرتين قيصري. تمام. وبقالي سنتين يعني بدور على حمل، وعملت اشعه بالصبغه وقالوا لي ان عندي التصاقات في الانابيب. تمام. الانبوبتين مسدودين؟ يعني بيسبب منع الحمل؟ الانبوبتين مسدودين؟
ما اعرفش، هم قالوا لي عندك التصقات في الانابيب. تمام، لما عملتي الاشعه بالصبغه بينت لك ان في التصاقات في الانابيب. تمام، انت كده والده بقالك سنتين، حصل اي مشاكل في الولادات في الولادات اللي فاتت؟ لا ما فيش اي مشاكل، انا ولدت مرتين قيصري وبقالي 8 سنين ما حملتش، تمام وكنت مركبه شريط تمام وشلته مركبه وبقالي الشريط. سنتين. شايله الشريط، معلش بقالك قد ايه؟ سنتين بالظبط. تمام، اخر قيصريه كانت من قد ايه قفلت؟ بقالي سنتين باخد منشطات، والتنشيط اخر قيصريه امتى يا مسلمه؟ اخر قيصريه، اخر قيصريه من 8 سنين. من 8 سنين، يعني سبع انت سنين استخدمتي اللولب لمده 6 سنين؟ ايوه. تمام، كان في اي مشاكل مع اللولب؟ في ميه حصل لي نزيف مره وبعد كده شلته بقى، بعد ما شلته بقى ما حصلش حمل. تمام، كان في ميه بتنزل عليكي ليها ريحه؟ كان في الم مغص؟ في ميه بيضه بتنزل عليا على طول، وفي مغص على طول، والم في الحوض من تحت. تمام، شكرا. شكرا لاتصالك يا مسلمه، والدكتوره هترد عليكي حالا. تمام، طبعا هي قعدت 6 سنين مركبه اللولب. اللولب ممكن يعمل المشاكل دي لو في ميكروب. تمام، ميكروب يعمل التصاقات مش بس في الانابيب، يعمل التصاقات كمان في الرحم نفسه. حلها دي لازم تعمل حقن مجهري يعني، بس احنا ممكن نمشي على المنشط شويه، بس الانبوبه طالما مسدوده خالص تمام يبقى حلها حقن مجهري لو الانبوبتين فعلا مسدودين. طب دكتور، هي السيده الحامل لو حملت على اللولب خطر؟ هو مش خطر يعني، لو اللولب نازل انا بشيله خلاص. تمام، بنسبه 50% الحمل يكمل، بنسبه 50% الحمل ينزل. تمام، لو هو اللولب انا مش شايفاه او كده، خلاص انا هكمل الحمل طبيعي جدا، مش هيأذي البيبي في اي حاجه. طيب معانا اتصال تاني يا دكتور. اتفضل. ايمان، مساء الخير. استاذنك توطي التلفزيون الاول. شكرا لاتصالك يا امان، وحاولي تتصلي بينا تاني. طيب احنا كنا بنتكلم على اللوب، مش يعني ممكن نشيل يعني يبقى خطر على الحمل وممكن لا، مظبوط؟ تمام. طيب هي الخطوره الوحيده ان هو البيبي ينزل او الحمل ينزل. حضرتك بتحدديها بناء على ايه؟ بالتحاليل او السونار؟ البيبي كويس، البيبي ممكن يكون اصلا مكانه مش مظبوط، فده كده كده هينزل. يعني مش في الرحم من فوق، ممكن يكون تحت، فده لو انا حتى شلت اللولب هينزل. طيب معانا اتصال تاني يا دكتور. اتفضلي. صح، مساء الخير. الو. ايوه مساء الخير. فينور. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الدكتوره، بس انا كنت باخد حقن منع الحمل اللي هي بتاعت 3 شهور دي، بس ما ارتحتش عليها، حسيتها يعني تعبالي جسمي وعظمي وكده. تمام، خدتيها قد ايه يا سحر؟ ممكن عادي ولا سحر يعني؟ اخدتيها قد ايه يا سحر؟ خدتها سنه. خدتيها سنه. انت والده كم مره؟ والده 3 مرات. 3 مرات طبيعي صح ولا قيصري؟ لا قيصري. تمام، اخر واحده من قد ايه؟ اخر بيبي، اخر بيبي من سنه و8 شهور كده. سنه وثمان شهور. تمام، مشيتي على الحقنه لمده يعني، مشيتي على الحقنه اللي بتتاخد كل 3 شهور، مشيتي عليها لمده سنه. تمام كده مظبوط. سنه بس عرفت بقى ان هي بتسحب كالسيوم من الجسم وكده وبتضر، فقام سبتها. تمام، ماشي على ايه دلوقتي؟ لا انا دلوقتي ما انا يا دوبك اخر حقنه لسه واخداها، يعني الميعاد بتاعها اللي هو اللي هيخلص لسه ما جاش. تمام على اخر الشهر. تمام، اخر حقنه واخداها من حوالي شهرين، فانا دلوقتي عايزه مثلا اخد حبوب، انا مش عايزه حقن تاني بقى، فعايزه اخد حبوب. ممكن اخد ده اي نوع، ولا في نوع مهدد، ولا في مشكله يعني ان انا احول من الحقن للحبوب؟ لا لا خالص، مفيش مشكله خالص. احنا ناخد الحبوب اول ما ميعاد الحقنه يجي، ناخد الحبوب ونمنع العلاقه لمده اسبوع بعد ما ابدا الحبوب. تمام تمام. في اي استفسار تاني عندك يا سحر؟ ده بيبقى اي نوع حبوب ماشي، ولا يعني لازم نوع محدد؟ لا لا مفيش اي مشكله خالص، تاخدي حاجه فيها استروجين وبروجستيرون الاثنين مع بعض، الهرمونين مع بعض. ماشي. في اي سؤال تاني عندك يا سحر؟ شكرا. شكرا لاتصالك يا سحر. معانا اتصال تاني يا دكتور. ايمه الله، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك ممكن اكلم الدكتوره بس؟ معاكي الدكتوره، اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا والده مره من 5 سنين. تمام. وبعد الولاده قعدت 3 سنين ما فيش حمل خالص.
وعندي مشاكل يعني. تمام. الدوج تحليله مظبوط، ما فيهوش اي مشاكل خالص، تحليله كويس. فدلوقتي انا عملت حقن مجهري مره، تمام، والحقن المجهري ما نفعش. تمام. على اساس الدكتور قال لي البويضات طلعت في المعمل جودتها ما كانتش كويسه. تمام. وبعد ما الحقن المجهري ما نفعش بعديها كده بسنه رحت للدكتور تاني، الدكتور طلب مني اشعه بالصبغه، طلع فيه قال لي الانبوبه شكلها مش طبيعي، منتفخه وشكلها مش طبيعي. تمام. فانا عايزه اعرف هو ممكن يكون الحقن اصلا ما نفعش عشان خاطر الانبوبه دي؟ ان الدكتور طالب مني منظار بطني علشان قال لي الانبوبه امتى هتتسد امتى هتتشال، علشان لو حصل اي حمل تاني قال لي ممكن لو الانبوبه بتنزل ميه ممكن تنزل على الجنين تموته، ما تخليش الحمل يكمل. الكلام ده يعني انا لو دلوقتي لو عملت منظار بطني وجيت مثلا عملت حقن مجهري، يعني ممكن يكون فعلا للمره الاولانيه الحمل مثلا ما نفعش، ان هو كان في حمل بس كان ضعيف ونزل في بدايه الحمل خالص، يعني كان المفروض انا الدكتور لما جيت اعمل تحليل في بدايه الحمل طلع ان في حمل، بس المفروض انا كنت حامل في اسبوعين، التحليل باني ان انا حامل اسبوع. تمام. فبعديها بقى طبعا فضل يقل لحد ما خلاص ما عادش في حمل. فانا عايزه اعرف ممكن فعلا يكون انسداد الانابيب او لو الانبوبه فيها مشكله ممكن تخلي الحقن ما ينفعش ولا ده لا؟ تمام ماشي، هرد عليكي، بس قولي لي الاول انت والده طبيعي ولا قيصري؟ لا انا والده، كنت والده قيصري وكان توأم. تمام. حصل لك اي مشاكل في الولاده دي؟ بص يا دكتوره، وانا قبل الولاده اساسا انا قعدت سنتين دخت على علاج، انا اصلا الدوره مش بتيجي غير بالعلاج خالص، ما بتجيش طبيعي. تمام. من وانا بنت. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ انا متجوزه، انا بقالي 5 سنين. بقالك 5 سنين. تمام. يعني انت قبل ما تحملي الحمل ده لفيتي شويه برضو صح؟ اه انا دكتوره انا عملت اساسا منظار بطني، تمام، مطلوب مني عملت منظار رحم قصدي، والمفروض الايام الجايه اعمل منظار بطني عشان الانابيب. يعني انت عملتي منظار جدا وعملت حق، مفيش فايده، مش عارفه اعمل ايه بصراحه، انا تعبت والله. لا خير ان شاء الله، ما تقلقيش خالص. طيب هو الدكتور قال لك الانبوبتين فيهم مشكله ولا انبوبه واحده؟ نعم. بصي هو الانبوبه الاولانيه هو قال لي الانبوبه فيها انسداد وفيها ميه، بس الانبوبه الثانيه قال لي انا مش ضامن ان انا عملت اشعه اللي هي 3D. تمام. وعملت اشعه بالصبغه، فالدكتور قال لي انا ممكن تكون الانبوبه اللي هي منتفخه دي وبتنزل ميه بانت كده في الاشعه، قال لي ممكن دي تنزل لو هي ما اتقفلتش او اتشالت ممكن تنزل الميه على الجنين لو احنا عملنا حقن بعد كده تبوظ العمليه. تمام. انت سنك قد ايه؟ انا عندي 32. 32 سنه. تمام ماشي، هرد عليها. شكرا لاتصالك يا فندم، والدكتور هترد عليكي حالا. تمام. هي والده قيصري من 3 سنين. تمام. ولفت قبل كده والمره دي برده بتلف. طيب لو الانبوبه في انبوبه كده مش كويسه فيها التهاب، دي غالبا بتتشال، بس ممكن يحصل حمل بانبوبه واحده، مفيش مشكله خالص ان احنا نحاول منشط من 3 ل 6 شهور، نعمل محاوله مفيش مشكله خالص، بس بعد ما نعمل منظار نطمن ان الانبوبه الثانيه كويسه ومفيش اي التصاقات بره على الانابيب، لان عشان ما اضيعش وقت، لان هي سنها برده مش صغير، سنها 32 سنه، فانا هديها فرصه 3 ل 6 شهور لما اكون متاكده من تحاليلها والمشطات بتاعتها ماشيه معاها كويس والانبوبه الثانيه كويسه. دكتور انا عايز اسالك سؤال برضو دلوقتي، الحمل في سن كبير بيختلف عن شابه لسه صغيره؟ يعني بعد ال 40 او 35 بيختلف؟ اكيد. كل ما الحمل اقل من 18 سنه مشاكل كتير، اكتر من 35 سنه مشاكل كتير، فهو احسن وقت من 18 ل 35 سنه. كل ما بيزيد سن الست كل ما بيبقى فيه مشاكل كتير، ضغط عالي، سكر عالي، مشاكل في رجلها، مش قادره تتحرك، كل ده بيبقى معاه مشاكل مضاعفات اكتر طبعا الحمل، وما بنصحش بيه. طيب معنا اتصال يا دكتور. اتفضلي. ام يحيى مساء الخير. مساء الخير يا ام يحيى. مساء الخير. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. لو سمحت عايزه اسال الدكتوره، مرات ابني ربنا مديها بنت وحلوه، يعني عندها 3 سنين وحامل لسه جديد يعني في الشهر السابع، فالدكتور بيقول لها ان انت الجنين وزنه كيلو، طب يعني في السابع ويبقى ازاي وزنه كيلو؟ وايه الحاجات اللي هي يعني تفوق الجنين دوت او تخلي وزنه مناسب؟ تمام. او كده وزنه مناسب اصلا ولا ايه؟ هي جسمها عامل ايه؟ جسمها صغير ولا جسمها مليان؟ لا جسمها ضعيف.
تمام. البيبي اللي فات كان وزنه قد ايه لما اتولد؟ ما شاء الله، ده كان سابق عمره، كان 3 يعني 3 كيلو. تمام. المرة دي هي دلوقتي في السابع، في اول السابع ولا في اخره؟ لا، في اول السابع. في اول السابع والوزن كيلو. وزنه كيلو. تمام. مقاسات البيبي ماشية معانا كويس مع التاريخ الدورة بتاعتها ومع ميعاد الولادة؟ يعني هو الدكتور مش وضح ليها، يعني الدكتور بيقول لها هو وزنه كده 5، وزنه كيلو، وبتاخد تمام. حديد وبتاخد، بس مش ماشي معاها في الفيتامينات. انا سامع حضرتك بتقولي الفيتامينات تمام من الشهر الرابع، هو تمام ما ادهاش فيتامينات من الشهر الرابع. تمام هرد عليها. حاضر. طب الدكتور هترد عليك يا ام يحيى، وشكرا لاتصالك. طبعا هي وزنها اصلا صغير، تمام، يعني جسمها صغير، ممكن تجيب بيبي صغير مفيش مشكلة خالص. أكلها ممكن يكون مش منتظم، ما بتاكلش كويس، تمام، بترجع كتير ومش عايزة تاكل، ما بتاكلش كويس، ده وارد. بس مهم جدا، هو كيلو كويس بالنسبة ان احنا في أول السابع، يعني احنا على آخر السابع بنوصل كيلو ونص، فأنا شايفة ان هو معدل كويس. بس أنا أقلق امتى؟ أعمل دوبلر، أشوف الدم اللي رايح للبيبي أخباره ايه، في مشكلة في الدوبلر ولا لأ. بس طب لو مفيش اي مشاكل يا دكتور والجنين حجمه قليل، هل في اغذيه معينه او في ادويه بتديها لهم؟ هو مفيش ادويه، بس هو اهم حاجه تهتم بالاكل، لان البيبي لو صغير يعني اهم حاجه الرئه تكون مكتمله والنمو بتاعه كويس، يعني اقيس المقاسات بتاعتي كلها ماشيه كويس معاه. طيب معانا اتصال تاني. معانا رباب. مساء الخير يا رباب. مساء النور. مساء النور. انا ممكن اكلم الدكتوره بسام؟ معاكي الدكتوره، اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله، اتفضلي. انا وسهلا. اهلا بيكي. هو انا بسال دلوقتي بالنسبه للسيده اللي هي الحامل ومريضه السكر، تمام، دلوقتي بيبقى ليها اي تجهيزات تانية او معامله تانية بالنسبه لعلاجها؟ لان تمام. مريضه السكر مثلا وضغط. تمام تمام كده. تمام. طبعا حضرتك بيبقى فيها ارشادات. حضرتك سنك قد ايه؟ 45. 45 سنة؟ يعني انت مش حامل بسألي لحد؟ لا يعني لا لا لا، انا مريضة سكر اصلا، بس هو ده بيأثر على الاطفال بعد كده. بيأثر على الاطفال بعد كده؟ لا لا خالص ولا اي حاجة. هي الفكرة كلها ان انت لو مريضة سكر من قبل الحمل، طبعا لازم نكون عارفين ان احنا لازم نظبط السكر قبل الحمل. هل البيبي حصل مشاكل مع السكر اثناء الحمل ولا لا؟ بنحاول ان احنا طبعا بنظبط جرعة الانسولين، بعمل هيموجلوبين سكري عشان اشوف السكر من 3 شهور كان اخباره ايه، كان كويس ولا كان عالي، الدنيا اخبارها ايه. مدام رباب شكرا لاتصالك. يا مدام رباب انا عايز اسالك على حاجه يا دكتور. اتفضلي. بنسمع كتير برضو ان في حوامل فجاه بيجي لهم سكر، وبيقولوا ده سكر عرضي بيجي لهم اثناء الحمل. مظبوط. وبيروح بعد الحمل، الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. هو ده اسمه جيستيشنال دايابيتس، تمام، يعني سكر حمل بيظهر مع الحمل وبيختفي بعد الحمل، بس بنفضل نتابعه لمده شهر كده عشان نشوف الدنيا اخبارها ايه، قل ولا مقلش، عشان في حالات بيكمل معاهم للاسف. بيوصل للجنين بعد كده يا دكتور؟ لا لا خالص، ما بيبقاش. لا، هو بيأثر على البيبي اثناء الولاده، بعد الولاده لازم البيبي بيتحجز لانه سكره بيقل، نتيجه لان هو طول فتره الحمل معرض ان السكر بتاعه عالي، اول ما بيتولد بيحصل دروب في السكر، بيحصل له نقص في الجلوكوز في الدم، فبيتحجز عشان يديله تعويض، بعد كده الدنيا بتمشي معاه كويس. بس هي بيبقى في مشاكل كتير طبعا، الست اللي عندها سكر مع الحمل لازم يكون في متابعه، دي هاي ريسك بريجننسي، يعني حمل عالي الخطوره دي، انا بتبقى عدد زياراتها اكتر وبحتاج ان انا ابقى مظبطه لها السكر كويس. بس هي لو جات لك اصلا من اول يوم ما عندهاش اصلا سكر وجالها اثناء الحمل، بيبقى معرضه ليه من الشهر الكام يا دكتور؟ في بيجي لها من اول الحمل، في من تاني 3 شهور، يعني بعد ما تخلص 3 شهور، بس الاكتر بيبقى في الاخير، يعني في الثلاث شهور الاخرى. بيبقى ليها علاج معين ان هو يروح اثناء الحمل ولا لازم بعد الحمل بينتهي؟ لا، بعد الحمل بيخلص. يعني ممكن يكمل معاها؟ في حالات بيكمل معاها. حضرتك بتحدديها اثناء الحمل ولا بعد ما بتولد خالص؟ بحدد ايه اللي هو هيكمل السكر معاها او لا؟ لا، بعد الحمل. يعني بعد ما تولد بنتابع ونشوف الدنيا اخبارها ايه. معانا اتصال. معانا ام يحيى. مساء الخير يا ام يحيى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره معاكي، اتفضلي. والله يا دكتوره انا جوزي متوفي بقاله 4 سنين وما باخدش قال له اي وسائل، وعندي البيريوس من ساعة ما توفى بتيجي لي كل 25 يوم، 27 يوم تيجي ال5 ايام زي ما هما، تمام، وبعد كده بتروح بعد ما يعني بتخلص، بتيجي بعدها ب3 ايام تقعد نقط صغيرة بتاع اسبوع، وبعد كده بتقطع. رحت كشفت، عملت اشعة بالسونار، قالت لي لا مفيش حاجة، اعملي تحاليل شاملة. عملت تحاليل شاملة لقيت عندي نقص في الحديد،
انيميا حديد، تمام. فعطتني ابر في العضل حديد، بقيت اخد ابره كل يوم لغايه ما استويت. بعد كده اخدت برشام اللي هو حديد ومفيش فايده برضه. طيب سنك قد ايه؟ عندي دلوقتي 41 سنه. 41 سنه، تمام. الدورة بتجيلك كل 25 يوم، بتقعد عليكي خمس كل 27 يوم بتقعد عليكي خمس أيام وتقطع، وبعد كده تقعد تجيلك ثلاث أيام، صح؟ تنقط عليكي ثلاث أيام بعدها بتقعد بتاع خمس ست أيام نقطة كل يوم، تمام. وفي الخمس أيام نازلة بكميتها الطبيعية؟ لا 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 لا، بيبقى فيها كتل، بيبقى فيها كتل دم؟ اول يوم وثاني يوم والثالث، فبتخف الرابع خالص والخامس بتنزل نقطه. تمام. انت بتاكلي كويس؟ نفسيا عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ يعني تمام، مش هرد عليك. يعني مش مظبوطه النفسيه طبعا. تمام، شكرا لاتصالك يا ام يحيى، وتابعينا من خلال التلفزيون. تمام، هي كده في لخبطه في الدوره، فاحنا لازم طبعا الاول اعمل سونار اطمن على بطانه الرحم اخبارها ايه. ممكن تكون بطانه الرحم سميكه وهي اللي بتعمل اللخبطه دي، ممكن يكون هي اصلا نفسيا في ستريس، الستريس وارد جدا يكون معاه لخبطه في الدوره. بس هي بتيجي كل 27 يوم، ده معدل برده طبيعي، بتقعد خمس ايام بس، هي بتقول بتيجي في شكل نزيف. فاحنا لازم طبعا زي ما هي كده خدت حديد، لازم نظبط الانيميا، الانيميا تعمل نزيف اكتر. تمام، ولازم ناخد نمشي على ناخد حاجه هرمونيه، تمام، لمده 3 شهور كده عشان نظبط الدنيا شويه معاها. طيب دكتوره، معانا الاول اتصال، بس كنت عايز اسالك قبل الاتصال على حاجه، بس هناخد الاول اتصال عشان بقى فتره معانا. ام شاذة، مساء الخير. ام شاذة، مساء الخير، شكرا لاتصالك يا ام شاذة، وحاولي تتصلي بينا تاني. ام يحيى، مساء الخير. مساء النور، ممكن اسال الدكتوره لو سمحتي؟ اتفضلي. اتفضلي. عندي 52 سنه ومركبه لولب، والدوره اتقطعت خالص بقالها سنه او سنتين. ممكن يعني اشيل اللولب عادي وما يحصلش فيه حمل ولا يحصل فيه اي حاجه؟ الدوره قطعه بقالها سنتين تقريبا، تمام. وانت مركبه اللولب بقالك قد ايه؟ لا، بقالي 22 سنة، 23 سنة. اللولب بقاله 22 سنة راكب؟ لا طبعا شيليه. شيليه على طول طبعا. ايه؟ شيلي اللولب خلاص، ملوش لازمة. كده ملوش لازمة. تكشفتي عليه آخر مرة إمتى أصلا؟ لا 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 لا، ما كشفتش عليه أساسا. هو إيه، اللولب كمان ليه متابعة؟ طبعا، إحنا لازم تكشفي عليه، تشوفي اللولب في مكانه أصلا ولا لا، بتحسي الفيتا يعني. طب خلاص تمام، شيليه مفيش مشكلة وعيشي حياتك طبيعية. شكرا لاتصالك يا فندم. كان قبل الاتصال كنت عايز اسالك على حاجه، الانيميا في الحمل، في ناس بتبقى اصلا بتحمل وهي اوريدي عندها انيميا، وفي ناس بتجيلها بعد الحمل، تمام، نقص كالسيوم او انيميا ضعف عامه. يعني هوضح النقطه دي، في مع الحمل بيحصل انيميا فيسيولوجيه، انيميا فيسيولوجيه بتبقى لحد 11 جرام، تمام. اقل من كده دي طبيعيه مع الحمل، مفيش منها مشكله، ما قلقش منها. بس هي كده كده الحامل بتاخد حديد عشان كمكمل غذائي بالنسبه لها، لان احتياجها للحديد والبي 12 والفوليت بيبقى عالي شويه اثناء الحمل. بس سؤالك ايه؟ النقص الفيتامينات او المعنى اصح الانيميا عموما. تمام، هي لو حملت وهي عندها انيميا، احنا المفروض نظبط الانيميا قبل الحمل، يعني مهم جدا، لان هي اول 3 شهور انا ما بديش حديد، الحديد بدايه من الشهر الرابع. تمام، فاحنا لو في انيميا قبل الحمل نحاول نظبطها، اثناء الثلاث شهور الاولانيين نحاول نظبط اكلنا. دايما بنصح الحامل معلقه عسل اسود الصبح اول ما تصحى من النوم، كده. بعد كده لازم هتاخد الحديد من شهر الرابع. طب دكتور، بنسمع ان برضه المشروبات السخنه خطر على الحامل، حقيقي الكلام ده؟ لا لا خالص، المشروب السخن هي كده 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 ما فيش حد هياخد المشروب سخن كده يشربه على طول، لو بتشربه مره مرتين في اليوم ما فيش مشكله خالص، لا مش هتاذيها في حاجه، ما عدا مشروبات معينه زي القرفه مثلا. القرفه ممكن شويه بتعمل تقلصات في البطن او بتريح التقلصات، على حسب كل حاله. فانا دايما بنصحهم ما فيش مشكله ان احنا نشرب حاجه دافيه مش سخنه، دافيه. طب نزول الدم اثناء الحمل، تمام، في سيدات كثيره قوي بيبقى اثناء الحمل معظمه بيبقى فيه دم نازل عليه والحمل بتاعهم طبيعي جدا.
احيانا بيحصل زي انه اول الحمل خالص بينزل نقطتين دم، ده اثناء انغماس الجنين سبحان الله جوه بطنه الرحم، فبينزل نقطتين دم كده. حتى ما بتيجي الحاله تقول لي انا نزل عليا نقطتين دم وانا قلقانه وكده، اقول لها ولا اي حاجه ولا تقلقي خالص. امتى؟ لا، لو في تقلصات، دم كتير نازل، ده اسمه اجهاد منذر. تمام. لو دم كتير مش دم عادي، لو دم عادي يعني اللي هو متكرر، لكن لو اللي انا بتكلم عليه نقطتين دم تمام، دول ما فيش مشكله منهم خالص، يعني بطمنها وما فيش مشكله. ممكن يفضلوا 9 شهور معاها كده؟ لا لا، صعب قوي، بيبقوا فتره معينه. هي بتبقى على الاسبوع الخامس السادس بس، بعد كده الدنيا بتبقى تمام. طيب لو النزيف ده او الدم اللي بينزل في اخر 3 شهور، لا دي برضو مشكلة، بيبقى ممكن يكون انفصال شوية في المشيمة، ممكن يبقى بسيط فنازل دم بسيط، ممكن يبقى قوي، أو ممكن يبقى الدم بيتجمع ورا المشيمة، ممكن تبقى المشيمة سابقة البيبي، فلا بيبقى مقلق برضو. دكتورة برضو في ناس برضو بتشتكي في الحوامل بالذات، يقولي إن عندهم زي ضيق تنفس أو مش عارفين ياخدوا نفسهم، حتى لو مش واكلين كتير، واكلين أكل طبيعي جدا، بس النفس عندهم بيبقى صعب شوية يعني. تمام. هي بيبقى حاجة اسمها ديزنيا، يعني صعوبة في التنفس، لكن مش دقات قلب سريع أو سرعة في التنفس. سرعة التنفس دي ما بتحصلش مع الحمل إلا لو في مشكلة، يعني هي أساسا لما بتعمل مجهود بقى في سرعة في التنفس، لكن الضيق أو إحساس إن هي مش قادرة تاخد نفسها ده بيبقى طبيعي مع الحمل نتيجة تغيرات فسيولوجية في الجهاز التنفسي. ده بيبقى في الفترة الأخيرة في الحمل ولا بيبقى في الأول؟ غالبا بيبقى في الفترة الأخيرة. طب تنصحي كل الحوامل سواء حملهم حمل طبيعي جدا يا دكتور، ايه الخطوات اللي يمشوا عليها عشان حملهم يكمل باستقرار، والحوامل اللي برضو عندهم مشاكل وبيتبعوا تعليمات الدكتور يعملوا ايه؟ الحوامل اللي عندهم مشاكل طبعا زي ما اتفقنا، احنا الزيارات هتبقى زي ما الدكتور هيقول لي تعالي في الوقت الفلاني انا هروح. المتابعه مش بس انا بتابع البيبي، لا انا بتابع البيبي وبتابع الام. على فكره يا دكتور دايما المتابعه بتبقى في اول حمل، تاني حمل امهات كتير بتكسب تتابع. ما دي مشكله في حد ذاتها، بالعكس ده هي اصلا مع تكرار الحمل المشاكل بتبقى اكتر، يعني الحمل التاني ممكن يبقى معاه مشاكل اكتر. كل حمل مختلف عن الحمل التاني، يعني الحمل التاني ممكن يبقى معاه مشاكل زي تقدم في المشيمة، المية تنزل عليها، التهابات في البول، كل ده لازم احنا نتابعه طبعا. ما ينفعش ان هي تقول انا خلاص تمام كده انا حامل وهتابع نفسي في البيت يعني. طيب الحوامل حضرتك تنصحيهم بايه بشكل عام؟ يهتموا بتغذيتهم، يهتموا بحياتهم ازاي، ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ومستقر، ويحافظوا على حملهم ازاي؟ تمام. طبعا اهتمي بنفسيتك كويس جدا، اوعي اي حاجه تضايقك. تمام. طب دي حلها ايه يا دكتور بقى؟ يعني تحاول ان مفيش حاجه تضايقها يعني على قد ما تقدر، يعني تشوفي الحاجات اللي بتبسطها وتعملها، يعني عشان البيبي يجي، يعني البيبي بيحس بالام في كل حاجه يعني، فدايما تبقى مبسوطه، انزلي اخرجي اتفسحي، عيشي حياتك طبيعي جدا. مش معنى ان انت حامل تريحي على ظهرك وما تتحركيش وما تروحيش الشغل او انا حامل بقى مش هعمل، لا عيشي طبيعي جدا. دكتوره نورتينا النهارده ونورتي قناه الصحه والجمال. ميرسي قوي، انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم. ميرسي، ربنا يخليك يا دكتور. اتمنى تكوني ضيفتي في حلقات تانية ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده، كان معانا ومعاكم الدكتوره ابتسام سعودي اخصائي طب النساء والتوليد والعقم. انتظرونا في حلقات قادمه، واستاذ في الطب.